ازيكم يا مواليد برج الدلو؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الدلو اليوم الاحد 29 مايو ايار 2022. توقعات برج الدلو النهارده، انت شخص يعتبر متميز جدا علشان بتواجه كل الامور دي بطريقه تعتبر عقلانيه اكتر. اليوم هتعرف تتميز بسرعه بديهه كبيره، هتستطيع من خلالها انك تعيد تقييم كل افكارك وكل مبادئك. تفكيرك النهاردة يعتبر حكيم علشان عندك معظم القرارات اللي انت هتاخدها فيها عادة ما هتعود عليك بالنفع في كل علاقاتك مع كل أصدقائك حبيبك النهاردة، وحتى مع أفراد أسرتك هتبقى علاقتك معاهم قوية جدا جدا. بالنسبة ليك عاطفيا، في حد من مواليد الحمل بيعود من الماضي ليك، بيدفعك علشان المرة دي ترتبط أكتر بعلاقة تعتبر جدية معاه من غير ما تضيعوا الفرصة مرة تانية. بالنسبة ليك مهنيا، بيبان من اليوم ده أجواء كتيرة وكانت قليلة قدامك، بيحد من طاقتك أكتر، بيخليك تتراوح من مكانك. ده هتواجه من خلاله شوية خصوم في بعض الخطوات بتاعتك الخاصة فيك. بالنسبة ليك صحيان النهاردة، هتمر بضغوط تعتبر كبيرة، من المستحسن انك تبقى بتطلب المساعدة والتأني اكتر في اي مغامرة تعتبر بتتعلق بوضعك الصحي. توقعات برج الدلو، توقعات العشرية الاولى مواليد 20 يناير ل30 يناير. هيبقى عندك توازن متناغم، هتعيش فترة فيها توازن بدني وذهني متناغم جدا، مفيش ظهور لأي عائق النهاردة يعتبر خارجي في أفقك في اليوم ده على الناقدين النهاردة. في غالبية إن محيطك هيبقى ودي جدا معاك وخدوم جدا في حياتك، هتمشي بيه أفضل حال، هيكون كونك متمتع بالحيوية، هتكون أكتر النهاردة بإمكانك إنك تقوم بكتير من الحاجات اللي إنت حابب إنك تعملها. بعد عليك إنك تسأل إزاي هيكون الوضع مناسب بالنسبة ليك لو كانت الأمور دي أصعب من الوقت الفات. توقعات العشرية التانية مواليد 31 يناير ل9 فبراير. عندك صفاء ذهني وعاطفي كبير جدا في المجمل، انت بتمر بفترة فيها استقرار، ممكن النهاردة تبتدي في أعمالك بذهن صافي أكتر وصحة كويسة. في نفس الوقت هيكون بتستمتع بيوم حيوي أكتر، لكن لازم تفكر في كل الحاجات اللي بتبقى قدامك، مش هتبقى سهلة دايما من غير نهاية، لازم تتعامل على انك تعمل نجاحاتك اكتر علشان تعرف تقوي موقفك المستقبلي. توقعات العشرية التالتة مواليد 10 فبراير ل18 فبراير. لو جت شكوك او ظنون تعتبر غير مؤكدة في حياتك، فده الوقت المناسب علشان تطمن نفسك اكتر وتتخلص من كل الحاجات اللي هتتوفر فيه اليوم ده، هتبقى فيها بنية واطار عمل اكتر استقرار. في الغالب مش هتتصادم بكتير من العوائق في الوقت الحالي، هتظهر لكل الأشخاص اللي حواليك احترامهم وتقديرهم ده لآرائك النهاردة نتيجة للأمور اللي انت بتحسبها في المرحلة دي، هتساعدك بعد كده لما يكون مجرى الأمور مناسب ليك.